ما خلاو لي ما نورث، ما خلاو لي ما نبيع. انا النهار ما سببت انا في الزنقه، كنت كنبيع غير الحشيش وكنبيع الكيف وكل شيء قال لي حرم الله. وكيفاش حتى جات لاقي الحلال ما لقيتش اللي يوقف معايا، لقيت غير اللي يكذب عليا. الانسان اللي كيقول مي كنشوفه قدامي قلبي كيحرقني. يعني شنو هي كلمه الام؟ الا جيتي تصرفها باش تفهمها الناس ما يديكش. 4 شهور ما درتش الترويض عليها، شخصينا بطال فاس ونجيبها، قوه الاهمال وقلت المساعده. طاق ديال الحوايج ديال بنتي هما جايبهم، انا ديهم نبيعهم واحد الجاكيطه وجوج السراول، نمشيو نديو واحد الكيلو ديال الخضره وواحد 10 دراهم ديال الدجاج، نمشيو نتسحروا بها. السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد على اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن. انا كنحييكم، يعني انا اخوتي كي قلت لكم انا مازال كنهضر في الفيديوهات وكنهضر في اللايفات، يعني كي قلت لهم ان المراه ديالي مسكينه مرضت معينيها ومشيت وطارت، وهاد الجمعيات اللي في المكناس ما داروا معايا والو، ما داروا معايا حتى شي حاجه. اقسم لكم بالله واليوم الاول في رمضان انا مخرج حوايج بنتي نبيعهم، هما ديالهم في الصاك مخرجهم نبيعهم باش نديهم ونتسحروا. مشيت عندهم لذوك الناس قلت لهم يا ودي عطوني داك الشيء اللي كيعطي سيدنا، قالوا لي ما مقيدش. علاش ما مقيدش؟ باش ما ناخذش داك الكيلو ديال السكر وديك القليعه ديال الزيت وديك الخليشه ديال الطحين، فهمت اخوتي؟ وهذا هو هذا. يعني بنادم الا شتو دار شي حاجه في راسو ولا شوفوا بنادم راه دار شي حاجه في راسو راه غيعذروه. يعني علاش؟ قلت الاهمال. الخضار توصل عنده خصك 4000، مول الحانوت توصل عنده خصك 4000، بنادم ما عنده شنو غيدير؟ صاحبي بنادم كيعيا يشوف كيلقى برتو مريضه، بنتو صغيره ما كدايرش الترويض، كتلقاه بنادم اللي يكتب عليه، كاين بنادم اللي يقول لك شي حاجه اللي ما هي ما كايناش. اجي عيش معايا غير دقيقه هاد المكان، اجي عيش معايا غير دقيقه تعرف الحقيقه ديريكت، فهمتي؟ ماشي تبقى تكتب عليا وتهضر عليا. ولكن انا كنقولها، تحياتي للناس وشكرا لكم، وكنشكر الناس اللي تفاعلوا معايا، وشكرا لواحد الاخ مسكين جزائري الله يكثر خيره اللي عطاني مسكين واحد 40000 ريال، قال لي صرف بها مشيت دوس لبنتي وجبت لها النظاظر ديالها وما عجبتهم لها ب 28000 ريال، حيدي مسكين 100 درهم الله يجازيه بخير. وغادي نقول لكم من هذا المنبر اخوتي، الا شتوني درت شي حاجه في راسي عذروني، انا مزاوق فيكم، انا ما عذروني وتقبلوني. انا علاش وقفت؟ بنتي صغيره ما كديرش الترويض، كان عندي تريبورتر تشتت، يعني كنشوف الناس اللي كيتفاعلوا واللي كيديروا الخير ما دزاش معايا حتى واحد. عيطولي وما ولاوش كملوا معايا، عيطولي وقالوا لي غنصيفطوا لكم، ما صيفطوليش، وعندي النوامر ديالهم. اقسم لكم بالله لا قفاد رمضان ما شديتهاش. حاجه ضرتني في خاطري ان ما لقيتش اللي يوقف ليا مع مرتي، اول حاجه داير 7 ديال اللايفات، وثاني حاجه رمضان والعواشر عباد الله كلشي شدات القفة الا انا ما شديتش القفه اخويا، كلشي شدها، فهمتي؟ واش غادي نقول لك؟ يعني تقهرت وحسيت بواحد القهره، يعني لا يقهر شي واحد ولا يقهر شي مسلم اخويا. هذه هي الحاجه اللي ضرتني في خاطري انايا، كنقسم لك فمي بالله اللي سما روحه هو الرحمن. يعني شحال من واحد مسكين حنا نشوفوا، واحد تحرق راسو على والو، واحد مسكين عنده 3 دولاد انتحر وقوه الازمه، واحد مشى للشجره وشنق راسو. غادي نخليهم الله سبحانه وتعالى، وهاد الناس اللي غادي يشوفوا داك اللايف ديالي ولا اللي غيشوفوا الفيديو ديالي، المهم هما يحكموا عليا، ولا بغاو يعاونوا داك الولاد يعاونوهم. اقسم بالله حتى نخليه في التاريخ. انت سمع كما انت يسمع، شحال بنتي ما درتي الترويض؟ 7 شهور. 4 شهور سمعتي؟ البنيه صغيره ما كديرش دير الترويض 4 شهور، هادي فهمتي؟ 4 شهور ما درتش الترويض عليها، شخصينا بطال فاس ونجيبها، قوه الاهمال وقلت المساعده. اللي كنت صورته معايا جاب الله واحد تريبورتر من عند الناس، فهمتي؟ بقيت خدام به، يعني قانع بلي داكشي جاب الله 1000 ريال 600، داكشي اللي جابو الله قانع به. وقعت لي واحد الحادثه في الهبطه ديال الزرهونيه، مكناس كامل ساق لها الخبر، حادثه تشتت، تريبورتر تشتت، راه عندي كلشي مصور في الدوسي ديالي، اللي جبت من عند البوليس ومن عند الكوستاتور كلشي مصور، فهمتي؟ يعني واخا تجمعو خصك على الاقل غادي تجمعو بواحد 140000. اخويا انا تشركت في رجلي وكليتها في راسي، هي مازال هنايا فهمتي، وكليتها في يدي، بقيت جالس نركن على اللي يدخل عليك حتى 4 دراهم، 4 دراهم كيجي يدخلها عليك. بعتو اخويا باش كناكل، هذيك هي الحياه ديالي الاولى اخويا. كنت تاجر في الاول اخويا، كنت كنبيع غير الحشيش وكنبيع الكيف وكل شيء، قال لي حرم الله. وكيفاش حتى جات لاقي الحلال ما لقيتش اللي يوقف معايا، لقيت غير اللي يكذب عليا واللي يكتب عليا، وما جاوش طلعوا عندي، وهاد الجمعيات ديال المكناس كلهم ما سمعوش النداء. علاش ما جاوش كذبوني؟
علاش ما جاوش عندي؟ قالوا لك اودي هذا الانسان اللي كيقول لك مرتو مريضه ومرتو كذا، علاش ما يجيوش يكذبوني؟ انا كنت تاجر، ما عندي لا صنعه ما با برنماني ما حتى حاجه. انا با مسكين اللي كان مربيني مات الله يرحمه، باقي الام ديالي ما عمري شفتها 37 عام. الانسان اللي كيقول امي كنشوفه قدامي قلبي كيحرقني. يعني شنو هي كلمه الام الا جيتي تصرفها باش تفهمها الناس ما يديكش. انا ما عمرني قلت كلمه امي، انا تحرمت من امي مدى الحياه. ورغم عن ذلك هاد الناس اللي كندير هاد الفيديوهات وهاد اللايفات ما كيساعدونيش، وكاين عباد الله اللي كيكذبوا كيساعدوهم، ولكن دوك الكذابه ما خلاو الناس، ما خلاو دابا شكون يتيقوا، واش هادوك ولا هادوك. انا يكفي قلت لهم اجيو عندي للدار، اجيو عندي للدار وشوفوا بعينيكم، اجيو للدار وزوا هاد المراه ديوها عاونوها، ماشي حتى نديروا شي حاجه في راسنا ولا نديروا شي مصيبه عاد نبقاو ايوا مسكين ايوا دار ايوا كذا ايوا فعل. وهذا عهد الله وربي شاهد على كل شيء. عندي ما غادي ندير باش ندوز اخويا، انا حتى القفه ديال سيدنا ما شتيناش، الله ينصره ويطول في عمره. ما عنديش اخويا، انا قلت لك غنتعاون صاك ديال الحوايج ديال بنتي هما جايبهم، انا ديهم نبيعهم واحد الجاكيطه وجوج السراول، نمشيو نديو واحد الكيلو ديال الخضره وواحد 10 دراهم ديال الدجاج، نمشيو نتسحروا بها. هادشي اللي قسم من الله. وديك السيد صيفط ليا واحد 40000 ريال، درت لبنتي النظاظر، مشيت دوزت لها ب 6000، طلع هبط جات هي هذيك، فهمتي؟ انا عندي بنتي الاولويه هي البنت ديالي، دير النظاظرات باش تكمل قرايتها. تزاد ليا وليد، تزاد ليا وليد، عندي وليد دابا، عندي البنيه وعندي وليد، عندي الوليد الصغير. يلا عنده 10 شهور دابا، طاسة الحليب كدير 74 درهم، الرقم جوج. ما لقيتش المرأة مسكينة هي اللي دارت له السبوع، ما درتلوش أنا السبوع، واحد الحاجة الله يرحم ليها والديها ويكثر خيرها مسكينة، هي دارت له السبوع، أنا ما عنديش باش ندير السبوع، أنا الله غالب، أنا ما خلاو لي ما نورث، ما خلاو لي ما نبيع، أنا النهار مات باب أنا في الزنقة، وعندي 2000 ديال الشهود على هذا الهضرة اللي كنقول لك، هبط معايا الفاس نوريهم لك واحد بواحد. القدرة الله سبحانه وتعالى، بعت فراشي، بعت ملاياتي، بعت الماعن، حتى الكوكوت فاش كنطيبو بعناها، بقاونا غير شي حويجات ديال البنيه، من حوايجي كلهم بعتهم، غير شي حويجات ديال البنيه انا هزيتهم ديهم نبيعهم، وما جا شي واحد دق عليا وعطاني شي قفيفه قال لي هادي باش تفك لوليداتك، ولادي مكناس كامل، مكناس كامل، شو شحال من جمعيه في مكناس، وكلهم شافوا الفيديو ديالي، وكلهم شافوا النداءات ديالي، وكلهم شافوا اللايفات ديالي، وما كاين حتى شي واحد اللي جا عطاني حتى 4 دريال في هاد مكناس، وحتى شي واحد ما تساعد معايا، وحتى واحد ما عاون مرتي، مرتي راه مازال مسكينه في الدار مرميه، حنا كنتسناو الله، وانا ما كنسعاش، فهمتي؟ انا ما كنطلبش، انا كنطلب الله، وكنطلب احباب الرسول يوقفوا معايا، ما بقاتش، يعني نجي نقول لك دابا واش رمضان ديال الزمان هو ديال دابا؟ واش رمضان ديال الزمان هو ديال دابا؟ رمضان ديال الزمان كان بنادم كيجي كيقلب على المسكين فينا هو، كيقلب على اللي ما عندوش باش يفطر فينا هو، على اللي ما عندوش باش يتسحر كيقلبوا عليه يعطيوه، كانوا الناس ديال الزمان كيقلبوا على المسكين فينا هو مصابين يلقاوه يعطيوه، عمروا الكونت ديال الارض عمروه ونساو الكونت ديال السماء، واحسن كونت هو ديال السماء، الا عمرتي كونت السماء حتى ربي كيرضي عليك. اللي اداوني شادي نقول لك خليت ليهم الله سبحانه وتعالى، وخليت لكل واحد اللي كيكتب عليا شي كلمه ماشي هي هذيك خليت له الله، وانا كي قلت لك راه غنديرها اكثر من راسي، اقسم لك بالله الا غيدخل انا في التاريخ، ان حاجه وحده اللي غيبقاو فيا، انا ما عندي خوت، ما عندي عائله، ما عندي اب، ما عندي ام، يبقاو فيا غير ولادي، غتبقى فيا غير بنتي وولدي، هما اللي غيبقاو فيا، حتى واحد ما يبقى فيا، اقسم بالله لو ما كانوا هاد الجوج اللي غنديروا ما نقولوا، كنقسم لك فمي بالله، واليوم غادي نتسحروا. الرساله ديالي للجمعيات والمسؤولين، شوفوا فيا في وجه الله قبل ما ندير شي حاجه في راسي اللي غادي تبقى في التاريخ. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.